وفي سياق النشر، أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي تأجيل زيارة مايك بنس إلى الشرق الأوسط بزعم وجود تصويت مهم في الكونغرس في هذا التوقيت. وأتي هذا التأجيل بعد أن قررت السلطة الفلسطينية عدم استقبال بنس وكذلك مؤسسة الأزهر والكنيسة وعدد آخر من المؤسسات والجهات، منها نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأعضاء القائمة العربية في الكنيست وقيادات كنسية في القدس.